شلون ما تبو لعب الطق بنص طابوقه وشلون ما تبو لعب وشلون ما تبو لعب ناقص طرح عروقه وشلون ما تبو لعب السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، يعني اليوم أنا بادئ بقصة أبو العبد لسبب. كثير كتبوا لي قالوا لي تشو ما تعلق على الانشقاقات اللي صايرة في بعض الدكاكين. قلت لهم هي اسمها دكاكين، يعني بالانتخابات غير الانتخابات هي دكاكين، وقصتهم ذولا مثل دكان أبو العبد. هذا أبو العبد كان عنده دكان بمدرسة، فمتفق ويا إدارة المدرسة إنه هو يستنسخ المنهاج الدراسي للطلبة، فشافوه أولياء الأمور إنه ما جاب الكتب لولدهم. قالوا له يا أبو العبد وين كتب ولدنا؟ ولدنا هاي خلاص راح ينتهي فصل الدراسة الأول، راح نقترب النص سنة. قال لهم والله مو أطبعها بلبنان. قالوا له أنت دكان شنو تطبعها بلبنان؟ المهم اكتشفوا بعدين أولياء الأمور أنه هذا أبو العبد في نفس الوقت مكلف جماعة من ربعة بالليل وين ما واحد يمشي يحوفه، فانذروا مرة مرتين ثلاثة ما اتعب، بل بالعكس راد يسوي دكان ثاني. فالدكان الثاني اللي راد يسويه بغير ولاية، يعني هسه إذا نقول هو محافظة صاد راد يروح المحافظة ألف مثلا، يريد يسوي هم هناك دكان ويعيد نفس الجنجلوتية. لكن سيرته وصلت للمحافظة ألف وعرفوا أن أبو العبد ناوينية قشرة فوق فوله، لا وقفوا لزلمهم ولا وقفت لنسوانهم، وإنما دزوا زعاطيطهم جهال يعني، ولزموا بالإحجار وقالوا له بعد لا تجينا أبو العبد ما بي خير بديرته، ما بي خير إنه. وهذا اللي صار ويا العبد أبو العبد، وهذا اللي صار ويا الدكاكين. فالمنشقي خلي ينشقوا لأنه انكشفت أوراق أبو العبد. فيا أبو العبد ليش ما تتقى الله وتحترم نفسك وتستجن؟ استجن، اقعد اقعد اقعد، روح شوف ديرتك، شوف شوارعها، شوف بيوتها، شوف خدماتها، ترى الطسات بعد النفس ما هن، روح صلحهن وسوي لهم مجاري يا أبو العبد، وهنيالك. روح زميل المخرج. شلون ما تبو لعب الطق بنص طابوقه وشلون ما تبو لعب وشلون ما تبو لعب ناقص طرح عروقه وشلون ما تبو لعب كنا مطم الكاكاو حلوين من شكل الديكاو وكنا مطم الكاكاو حلوش ما تخوطه من قاعه طيب ذوقه وشلون ما تبو العب طيب نص طابوقه وشلون ما تبو العب خرج حال المنطقة ابتم ابو سميرة سبح قصة بقت مشتوقة وشلون ما تبو العبيد وشلون ما تبو العبيد سكين توب الشارع واحلى البنات يباوع سكين توب الشارع واحلى البنات يباوع بالليل ينصب سيطرة يا هون يعد فيفوقة وشلون ما تبو العبيد
بالطق وبنص طابوقه وشلون مات ابو العبد وشلون مات ابو العبد ناقص طرح عروقه وشلون مات ابو العبد. ايها الاخوه المواطنون، كليتنا بوطننا العراق من المؤكد نقف ويا الاخ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني بخطوات الاخيره اللي اتخذها على الجانب الامني لتاكيد سياده العراق. تعرفون صار قصف غامض ما مفهوم بمقاصده واللي سواه، استهدف سفارة أمريكا في بغداد أول أمس، فالأخ السوداني عقد اجتماعات مكثفة، عاقب بعض الضباط ونقلهم وحول الأمن في تلك الوحدات بسبب تقصيرها كما قال بيان الرسمي القائد العام قوات مسلحة من مسؤولية الفوج الرئاسي إلى مسؤولية القوة الخاصة. احنا نريد نقول للاخ السوداني ما قاله جناب الشيخ خميس الخنجر كقائد عراقي عندما قال السياده هي عندما يكون العراق سيدا على قراره. يا ريت تسوي لي هذا العنوان مثل ما قال جناب الشيخ خميس الخنجر، السياده هي بان يكون العراق سيدا على قراره. كيف يكون العراق سيدا على قراره اخي رئيس مجلس الوزراء؟ عندما تستثمر هذا التأييد الشعبي لك كقائد عام قوات مسلحة ورئيس مجلس وزراء والمساندة الشعبية للمهمة التي تقوم بها أخي رئيس مجلس وزراء، طلعوا لصورة الأخ السوداني، أن تستثمرها بالضرب على يد كل عابث بأمن وسيادة العراق مهما كان ولأي جهة يتبع. قد لا يتحمل الضباط الذين تمت معاقبتهم اليوم المسؤولية كاملة أخي السيد رئيس مجلس الوزراء، تعرف ليش؟ لأنه أنت تعرف وأنا أعرف والشعب العراقي يعرف، القاعد بالقهوة الآن يشوفنا يعرف، القاعد ببيتهم الآن يشوفنا يعرف، بل بالعكس الأم العراقية الفقيرة اللي تبيع مخضر الصبح وتبيع جبن وروبة بالأسواق الشعبية بغداد والفرات الأوسط والغربية وكل مكان تعرف هو من اللي ضربهم، لأن هم مكشوفين ومكشوف من ولائهم ومكشوف المن تبعهم ومكشوف من أن يأخذون قرارهم. بما أنه أنت تعرف وأنا أعرف كنا نعرف، فأنت ليش ساكت عليهم أخي رئيس مجلس الوزراء؟ الضابط شي يسوي؟ الضابط همين يقول لك أخوي أنا مواطن، السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة يعرف ذولا منه، يقدر هو يعاقبهم يروح على قياداتهم يجتمع بهم بالإطار بغيره يقول لهم يا جماعة انتوا شو تريدون؟ انتوا مكلفين بالمهمة وتلعبون ورايا، لو تريد تفشلوني، لو تريد تضيعون العراق. احنا كليتنا ضد الاحتلالات ومنها الاحتلال الأمريكي، ونحن في ذات الوقت ويا كل علاقات دبلوماسية تحترم البلدان عندما توجد سفارة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق وتوجد سفارة لجمهورية العراق في أمريكا، فإحنا نحترم هذا القرار. لكن في ذات الوقت اللي جاي يلعب يراد لجرة إذن، لأن اللي ما يجر إذن اللي يلعب باكر يقص إذن اللي يسكت له، فإحنا ما نقبل تنقص إذاننا. إحنا نريد نضرب على ديهم ونعلمهم، واللي يريد يجاهد واللي يريد يحارب لا يلتقي السفيرة الأمريكية ببغداد ويتوسل بها، وذيك فلسطين ذاك شعبنا العربي فلسطين خلي يروح. وأرجو أرجو أنه يعلن رسميا يا عمي اللي يريد يجاهد في فلسطين مستعدين ننطي سلاح وننطي يطق وننطي جواز سفر وننطي خرجية وخلي يروح هناك على سوريا ومن سوريا على الجولة. لكن أن نبقى بهذه الملاعيب مال صغار ما ترهم ويانا، احنا شعب واحنا دولة محترمة يفترض نهضت من كبوات كثيرة، فالسيادة أن نكون أصحاب القرار على أنفسنا
أخ الرئيس محمد شياع السوداني، وبالتالي إحنا نأيدك شعبيا ونساندك ونوقف وياك إذا اتخذت القرار السليم للحفاظ على سيادة العراق، الحفاظ على القرار العراقي. وأرجع أذكر بما قاله القائد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله، الذي هو موقفنا كليته كشعب، إحنا ويا احترام القرار العراقي. خلنا نسمع. فالسيادة أن يكون العراق سيدا في قراره لا تابعا لأحد، وأن يكون العراق فاعلا ومؤثرا ومشاركا في كل الأحداث والقضايا العربية والإسلامية والدولية. أيها الأخوة المواطنون، كبيسة هذه المدينة اللي وجهنا لها لأهلها رسالة يوم أمس، ولمثاباتها الاجتماعية والشبابية، والله عمي إلها رفعت العقال، والله عمي قالت ووعدت وأصدقت في وعدها بأنه خلاص 20 سنة من التهميش، 20 سنة من الإهمال المقصود لأهالي كبويس الكرام. فالقرار قرار أهل كبويس أن يكون لهم دور فاعل في صناعة مستقبل أبنائهم، وأن لا يبقوا متفرجين وأن لا يبقوا ساكتين. فاليوم احتشدوا بالآلاف في مدينة الكبيسة لتأكيد موقفهم وقرارهم بأن يكون لهم دور في صناعة المستقبل، وهبوا شيبا وشبابا للمطالبة باستحقاق مدينتهم، وتأييدا للمرشح عدنان كاظم الكبيسي عن تحالف أو عن حزب السيادة. وحقيقة هذا التجمع الكبير كان بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى عياش الكبيسي، القيادي المهم في حزب السيادة، والذي بارك لهؤلاء الشباب ولهذه المثابات الاجتماعية موقفها الوطني وموقفها للدفاع عن استحقاقها. فلا بد أن يستجيب القدر، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر. الشعب يوما أراد الحياة، وأكدنا عم هذا التجمع الجماهيري الكبير الذي نحيي أهالي كبيسة الكرام عليه، كان في الحي الصناعي مقابل ثانوية كبيسة البنين، وتأييدا للمرشح الأستاذ عدنان كاظم الكبيسي اللي هو بالتسلسل رقم 6 عن حزب السيادة. وقد تحدث الأستاذ الدكتور مصطفى عياش الكبيسي القيادي في حزب السيادة، وواحد من أهم الكفاءات الأكاديمية والسياسية العراقية الشابة الطموحة، تحدث إلى أهله مخاطبا الجميع بأن علينا ألا نكون متفرجين، وأنما يجب أن نصنع المستقبل بقدرة وبهمة عراقية صميمة. خلي نشوف. 7 دورات انتخابية مرت عليكم، ويتم التآمر يومياً على مستحقاتكم وعلى استحقاقاتكم السياسية. شبابنا من نستطيع أن نقف معه وقفنا والحمد لله، ولكن نحتاج إلى أن نجعل سايات في كل سلطة. هذه الوجوه وهذا الجمع المؤمن، ومن أرض الشيخ عبد الستار ملا طه رحمه الله، لن يخيبه الله أبداً. عليكم بالتكاتف،
عليكم بالزحف في يوم 18-12. ازحفوا شباب رجال سيدات إلى صناديق الاقتراع. أنتم لستم أقلية في الأنبار، أنتم من القبائل الكبيرة. هناك قبائل مع احترام من الجميع أقل من أعدادكم بنصف وبثلث، استطاعوا في الدورات السابقة أن يحققوا الفوز لأبنائهم بمقعد ومقعدين. بالمقابل الأستاذ عدنان كاظم الكبيسي المرشح رقم 6 بقائمة 185 حزب السيادة أيضا تحدث إلى أهله الكرام، إلى قبيلة كبيسة وأهالي مدينة كبيسة الكرام قائلا: آن الأوان لنكون يدا واحدة وموقف واحد، ليكون لنا صوتا وعونا في الأنبار لتحقيق أهدافكم. أخوتي في الأنبار كافة وقبيلتي خاصة، أدعوكم لوقفة مشرفة أخرى كهذه الوقفة المشرفة في يوم 18-12 إن شاء الله، وهذا يومكم لاسترداد الحقوق، لاسترداد الحقوق المسلوبة. وأنا على يقين إن جميع الغربية كافة ومدن الأنبار كافة مساندة لي وغيرها، وستنتفض لأجل التغيير. أشكر كل من قدم وساعد وساند ولو بكلمة. أسند شيوخنا ومشايخنا وعلماء الدين وشبابنا، أهل الرطبة، أهل كبيس، رمادي، فلوجة، القائم، خيت، بغدادي، خالدية، جميعا وقفتوا وقفة مشرفة. بارك الله بكم واشكركم ان شاء الله، وان شاء الله نحتفل من هذا المكان. وحقيقة ايضا في رصدنا بعد حديث برنامجنا برنامج استوديو 185 وحديثي شخصيا عن الواقع، يعني اللي تطرقت له في منطقة الحمدانية الثانية في قضاء أبو غريب والواقع المزري، ودعوتي إلى أن يجب أيضا أن ينتفض أهالي الحمدانية لتغيير واقعهم. أوفد جناب الشيخ خميس الخنجر أعزه الله، أوفد النائب محمد فاضل الدليمي لزيارة منطقة الحمدانية الثانية غربي بغداد في أبو غريب والتعرف على واقعها وتشخيص هذا الواقع للعمل سوية للنهوض بالحمدانية. وقد قصد النائب محمد فاضل الدليمي مضيف الشيخ أبو دحام المعموري وجمع من أهالي المنطقة ومضيف الشيخ المرحوم الملا صالح الحماد الحمداني، وتحدث مع الموجودين ومنهم الشيخ أبو دحام المعموري والشيخ أحمد دلف الحمداني والشيخ محمد دلف الحمداني عن الواقع الموجود وكيف يجب أن ننهض جميعا لتغيير هذا الواقع والتكاتف سوية من أجل ذلك. إذا الشعب يوما أراد الحياة، الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم زرنا أهلنا في قضاء أبو غريب حي الحمدانية في مضيف الشيخ أنور الحمداني، والتقينا بهذه الوجوه الطيبة من أهلنا البحمدان وتكلمنا على الوضع السياسي المستقبلي والحالي، ولقينا التمسنا طيب من هذه العائلة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويحفظ قضاء أبو غريب ويحفظ بلدنا. ورسالتنا لأخونا أنور الحمداني المحترم أنه هذا لسانك صوتك الحق إن شاء الله، وإحنا أخوتك إن شاء الله على مسيرتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة المواطنون، نروح لصلاح الدين. ويانا اليوم المرشح الأستاذ صدام عزيز خلف السامرائي عن حزب السيادة القائمة 185 التسلسل 9. وحي الله سامرة وأهل سامرة والسوامرة الكرام. السوامرة دائما قياديين، ما شفنا سامرائي إلا عند هاجس القيادة، لأنه يشعر بهموم أهله ويريد يكون إلى دور في تغيير واقعهم نحو الأفضل. الأستاذ صدام عزيز خلف السامرائي، خلي شوف هذا الفيديو ونرجع. الشخص اللي عنده منهاج وطني مؤمن بتنفيذه ولخدمة المواطنين، هذا يستحق الوصول إلى مجلس المحافظة لتمثيل أبناء المدينة. المرشح الكابتن صدام عزيز السامرائي تسلسل 9 عن السيادة 185. واليوم احنا لازم نقدم الكابتن، لان الكابتن صدام عزيز السامرائي انتم عرفتوه لاعب ومدرب وهمومه الرياضيه وعنده رؤيه، واحنا والله نتالم لما ملعب صغيروني بسامرائي، يعني سامرائي هالملعب صغيروني كنا مال الاربعينات، يعني ما مو منطقيا. حيا الله ابن العام وحيا الله الكابتن وحيا الله سامرائي والسوامر الكرام. حياك الله كابتن صدام. حياك الله وحيا جمهور قناة الفلوجة. أهلا وسهلا. وحيا الله المشاهدين جميعا. يا مرحبا بجنابك الكريم. وحكينا رسالتك الأولى لأهلك وناسك بسامرة ومحافظة صلاح الدين، تفضل عبر الفلوجة وكل والله العالم. أنا رسالتي إلى أهلي في سامرة، نعم، أن استغل يوم 18 بالشهر للتغيير، التغيير في واقع المرير للمحافظة، ونتمنى منهم أنه يدلون بأصواتهم لقائمة السيادة، القائمة النزيهة والقائمة اللي فيها قامات يعني من كافة محافظة صلاح الدين لهم باع طويل في العمل السياسي، وأكو ناس وأشخاص رشحوا لأول مرة من مهندسين ورياضيين وأكاديميين. نتمنى من أهلنا في سامرة وفي صلاح الدين كافة التصويت لقائمة السيادة القائمة التي جاءت للتغيير الواقع المرير الذي مرت به محافظة صلاح الدين. نعم كابتن، أنا أريد أسألك، هو نادي سامرة بعدين يلعب؟ والله ما أدري يعني. نادي سامرة الآن يلعب بالدور الممتاز ما شاء الله، وإلى رعاية نادي سامرة من نادي سامرة من الأندية الجماهيرية العريقة. نعرف الجمهور الرياضي، الجمهور يعني الرياضي بصلاح الدين وبسامرة متميز، لكن إلى اهتمام النادي؟ والله أي اهتمام ما كل النادي. احنا في موسم قبل الماضي تأهل فريق نادي سامرة إلى دوري النخبة، ورا يعني بعد معاناة 11 سنة عاد إلى دوري النخبة، وأنا كنت رئيس النادي، وكنا نتأمل خيرا أنه تنفتح أبواب المحافظة، النادي الوحيد من بين خمس محافظات هي المناطق الغربية، باعتبار النادي الوحيد اللي يمثل هذه المناطق في دوري النخبة، ولكن للأسف ماكو أي شخص التجأ للنادي سوى مناشداتنا إلى الشيخ الخميس الخنجر الله يحفظه، الذي سهل لنا بعض الأمور اللي مشت أمور النادي بها، ومنها عادة تأهيل ملعب سامرة بعد أن كنا في بداية الدوري نلعب خارج محافظة صلاح الدين، لأن ماكو بكل صلاح الدين ملعب يحتوي للتراخيص. رجعنا نلعب سامرة، ولكن تعرف الظروف المالية الصعبة اللي تمر بها الأندية يرادلها مبالغ عالية حتى تقدر تواكب الأندية المؤسساتية وخاصة المحافظات، يعني كلها أندية مدعومة من قبل المحافظين ومن قبل الأعضاء النواب في المحافظات، إلا محافظة صلاح الدين، كل أندية محافظة صلاح الدين مو بس نادي سامرة كلها مع الأسف مهملة، ولا يوجد أي راعي لها لا من محافظة ولا من أي مسؤول. وهذا من هذا المنبر احنا ندعو كافة الرياضيين أن ينظروا لحالهم، إذا ما جاءهم ممثل حقيقي رياضي يدعمهم في المستقبل
فتبقى نفس المعاناة لهم. هذا الموضوع يعني والله احنا شفنا الى الدخول يعني في الانتخابات. كابتن صدام اسمح لي اقول لك، احنا شفنا مثلا الشيخ اسعد العيداني محافظ البصرة، يعني لاعب جيد بكرة القدم، ولهذا اهتم إلا أنه حتى بطولة الخليج العربي 25 تنجح بالبصرة. شفنا مثلا السيد مسرور بارزاني والرئيس نيجيرفان بارزاني همين يحبون لعبة الطوبة ويشاركون بها، ولهذا أيضا يهتمون بنادي أربيل ونادي زاخو ونادي دهوك. لكن احنا شفنا بالمقابل محافظة صلاح الدين كل المحافظين اللي اجوا ما بهم واحد يلعب طوبة، لكن لعبوا بالشعب طوبة. احكيك يا صراحة. والله سادة انور، شوف انا حكيت لك قلت لك كل محافظات العراق يعني مدعومة رياضيا الا محافظة صلاح الدين، وهذا احنا ناشدنا كل محافظينا، يعني اي محافظ يجي دع الناشد نقول له يابا الرياضة الرياضة الرياضة، ولا يم الرياضة خاص يعني ابد ملتهم في امور ثانية ما تعرف. هو الامور الثانيه اللي ملتين بها هم لو مكمليها التي تجي كلها نقص، يعني البنى التحتيه نقص في البنى التحتيه، نقص في اعاده تكملتها، نقص. طيب يعني طيب ليش ماكو بناء لملعب كبير بسامر؟ ليش ماكو محافظه صلاح الدين ككل ما بها ملعب كبير؟ بنوا ملعبين في محافظه صلاح الدين ولحد الان ما كملن، يعني ملعب سامراء صار من 2014. تقصير من كابتن عدنان درجال تقصير من وزير الرياضة والشباب؟ والله أنا تقصيري يعني يجي أولا من وزارة الشباب لأن هي المسؤولة عن الملاعب. تفضل زميل المخرج، جيبوا لنا صورة كابتن عدنان درجال حتى يعرف أبو حيدر الكلام إله. يعني أبو حيدر خليه يشوفك هناك بصلاح الدين بسامراء، إيش دعواك كابتن عدنان درجال؟ إيش دعواك ما تروح السامراء ما تروح صلاح الدين؟ تشك تشك سامر ما تشك تشك هينعك، روح وشوف الملوية وشوف هلك وشوف الشباب اللي يحبون كرة القدم اللي ما حد مهتم بيهم. المهم كابتن صدام احنا نريدك سادة نور، عدنان كابتن عدنان درجال كابتن عدنان درجال من كان وزير او عز يمكن او عز الى انه يكملون ملعب سامر او عز الى يكملون ملعب سامر، ولكن يعني اشتغلوا بشيء قليل وبقى يعني نواقص في الملعب. قدمنا له الهندسية قدمت له يعني النواقص. والله أنا أرد أقول إذا خلال الأسبوع كابتن عدنان درجال إذا ما شفنا بصلاح الدين وبسامرة ويسأل على الموضوع، إذا هو ما مهتم بصلاح الدين ولا بسامرة. خلي يسمعوها مني أهل سامرة وأهل صلاح الدين، هذا تحدي إلى أبو حيدر. وهناك أنا أحترم أخوي يعني هذا الملعب والنعم منه، لكن والله إذا ما راح المرة إذا ما مهتم بالرياضة وصلاح الدين ولا سامرة مبالة، ما يصير نجيب رياض يعني نجيب وزير، ما يصير. المهم انا بدي اسالك الان طموحك كابتن صدام للترشح الى الانتخابات المحليه، رسالتك الى اهالي سامر وصلاح الدين فيما يخص هذا الترشيح ومشروعك. اولا مشروعنا هو اعاده تاهيل البنى التحتيه الناقصه في محافظه صلاح الدين، يعني لازم اكو من يراجع هذا المشاريع. احنا شفنا بالفترات السابقة ماكو اي يعني واحد يقدر يراجع المشاريع المتلكئة. وشغلة ثانية احنا جينا للتغيير، تعرف انت المحافظة لازم تيجي ناس همها الاول والاخير هي كيف ينهض بمحافظة صلاح الدين من ناحية الاستقرار الحكومي. تعرف اكو مناكفات بين الاحزاب ولا ده. احنا من قدمنا اوراق ترشيحنا نريد نلملم ما وتبقى من محافظه صلاح الدين. الشغله الثانيه اكو امور تخص المواطنين، يعني تعرف انت بسامر يعني من نجي نحكي بسامر هناك يعني شغله الدوانم وغيرها، ناس بنت بيوتها وهسه تعرف بدا تفليش البيوت ولا على انه تابعه للبلديه، مع العلم انها متابعه للبلديه. واكو قرار لمجلس الوزراء يقول لك هاي التابع للبلديه انت قبل ما تفلش لازم تامن له سكن يليق به، وبعدين ذيك تقدر تاخذ الاملاك مالتك عدا الاملاك اللي
مبنية خاصة عن المدارس أو المستشفيات أو أي يعني دائرة، هذا من حق البلدية وغيرها تفلشها. احنا همنا الأول والأخير هو استقرار المواطن. استقراره تعرف أنت من يستقر المواطن تقدر أنت المدينة تنهض ويستقر كل الأمور. ثاني شيء يعني بالأخص مدينة سامراء يعني ما يرثى لها، بالله يرثى لها، يعني مدينة منكوبة من كل النواحي، لا خدمات، لا بنى تحتية، لا شوارع مبلطة، لا مجاري صحيحة، لا هاي كلها يراد لها ناس توقف لها. احنا شفنا توجهات الشيخ خميس الخنجار حفظ الله انه لازم نكون يد بيضاء ونشتغل في خدمة مواطني المحافظة. هذا دليل على انه اكو حرص كبير من الشيخ على انه الاستقرار في المحافظة يستقر، يعني كبلد كامل هو يستقر. نتمنى من كافة اهلنا وفي صلاح الدين ان ينظروا جيدا للماضي، الماضي المرير اللي مرت به المحافظة. طيب كابتن صدام، انت ايضا اشتغلت فترة في يعني مشرف على الجانب الرياضي بواحد من أهم المعامل وشركات إنتاج الأدوية اللي هو معمل أدوية سامراء. يعني المعمل الآن رد أسألك عنه اليوم، خلاص انتهى؟ هذه الماركة العالمية اللي كانت معروفة بالشرق الأوسط ككل بأهميتها وبالقيمة الدوائية لمنتجة انتهت أيضا؟ اللي أيضا كانت رافد، يعني رافد مهم لهالي سامراء بالعمل وبغير شيء يعني. والله سادة نور، شركة الأدوية، الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء هي من أهم الشركات الرائدة في صناعة الأدوية. أما الآن تعرف أنت الوضع العام للاستقرار الوظيفي، يعني كمدير عام أنت كل فترة مبدلين مدير عام، كل يعني هذا أثر على الاستقرار الوظيفي، أثر على الإنتاج، أثر يعني نوبات يجيبوا لك واحد مو باختصاص، يعني هذا التجاذبات. احنا حكينا الاستقرار بالتجاذبات السياسية، كل من يريد يجيب التابع إلى أنه لازم معمل أدوية، وهذا الشيء خطأ، أثر علينا تأثير كبير في الاستقرار، يعني خاصة الموظفين. الأدوية تعرف أنت شيء مهم، بس هذا الموضوع إن شاء الله يعني بعد مجلس المحافظة ما يتشكل، هل أهالي سامراء متحمسين شبابهم يروحون الانتخابات لو لا؟ بصراحة شو تقول لهم؟ رأي مستعدين يروحون الانتخابات لو لا؟ شباب سامراء سوامرة، أنتوا سوامرة مستعدين لو لا؟ تحياتنا ورفعت العقال لكم يا سوامرة، يا سوامرة لا تبقون قاعدين، لا تبقون قاعدين، ايش تنتظرون؟ هذا واقعكم مرير، شو نسويكم؟ نجيبكم ملاية تلطم لكم وانتم تبكون وتقهدون لو تروح تغيرون؟ ما نقدر نجيبكم ملاية يا عمي، ما اقدر اجيبكم ملاية تقعد تقهد وتوصف حالتكم وتلطم وياها، لا يا عمي روحوا غيروا بديكم. والله استاذ انور، سامرة عرفت هسه الحقيقة، يعني عرفت نظرت الى واقعها المرير، فدعوة هم. والله انا اشوف انه اكو يعني توجه شبابي قوي للتغيير إن شاء الله. أتمنى أنه كل الشباب يروحون للتغيير إن شاء الله، يعني تغيير الواقع، ويعرفون هم يعرفون كل زي سامرة من هو المؤثر في العملية في سامرة. نتمنى أنه يأخذون فرصتهم الأخيرة، هاي فرصة أخيرة جتهم، وصور ما راح تيجي فرصة ثانية لهم إلا بعد مرور وقت طويل حتى يرجع. اللي يخسر حقه هالمرة من كل المحافظات والمدن ينتظر 5 سنين، خاصة المحافظات المحررة. أنا أرجع أوجه رسالتي لكابتن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. كابتن عدنان صورتك تخبل ما شاء الله، حاط صورتك وراك وصورتك واقف قدامه، بحط بس العلم بس يا كابتن أبو حيدر، أنت تعرف أخوك أنور الحمداني يحترمك ومساند لكل مواقفك وضد كل واحد يعاديك لإنجاح الرياضة العراقية، فليش ما تروح سامرة وصلاح الدين؟ تشكشك سامرة كابتن عدنان، رجع لي زمن المخرج، تشكشك سامرة كابتن عدنان، روح سامرة شوف واقعها، ملعبين أنت واعد بهن ما صار من كنت وزير. هيا كابتن عدنان أبو حيدر، تريدك قوي، لا تخلي
الناس تشمت بيك، ليش خليهم يشمتون بيك؟ تخاف تروح لصلاح الدين؟ عم دزون مستعدين ناخذ لك 100 واحد حمايه وياك منها لسام الريح، مو كذا تخاف، رجع صوره كابتن عداد درجات، فروح روح روح كابتن ابو حيدر البطل حياك الله، اريد اشوفك والله هالاسبوع راح تروح لو ما تروح، والله اذا ما رحت معناها تخاف يا كابتن، وانا ما اتوقعك تخاف، انت شجاع وبطل. رجع للزمن المخرج، شكرا لك اخونا العزيز الكابتن صدام عزيز السامراء، تحياتنا لك وكل اهالي سامراء تسلسل رقم 9 حزب السياده القائمه 185، وبارك الله بك، بارك الله بك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، حياك الله، حياك الله، وان شاء الله نتمنى تعود الرياضه بصوره صحيحه الى محافظه صلاح الدين باذن الله تعالى. الله يبارك فيك ويسلمك. انا بدي اروح البغداد، حيكون ويانا المرشح الاستاذ عبد الله عبد الرحمن عبد الستار النعيمي والسبع تنعام من الساده النعيميين الكرام، دول ساداتنا ورفعت العقال لهم، وهم يعني لهم مثابه دينيه واجتماعيه في العراق لا تتبدل، والكل يحترمهم من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وبالشرجيه وبالغربيه. خلي نشوف ويانا المرشح الاستاذ عبد الله عبد الرحمن عبد الستار النعيمي حزب السياده القائمه 185 تسلسل، شو الرقم متميز 99 99 رقم ينحفظ بسرعه، رقم 99، وخلينا نشوف. طرق بغداد اغلبها مصممه قبل عشرات السنوات، لذلك ما تستوعب اعداد السيارات بالوقت الحالي، ومحاولات توسعه الطرق منذ سنوات هي محاولات خجوله لا تقدم الحلول الجذريه. خلال تواجدنا بمجلس محافظة بغداد سنقدم الخرائط المرورية والخطط الدقيقة اللي تضمن الحلول السريعة. المرشح عبد الله النعيمي، التسلسل 99 عن السيادة 185. حي الله الأستاذ عبد الله عبد الرحمن عبد الستار النعيم، وشفتوهم السادة النعيم حتى صوتهم إذاعي متميز حقيقة، لكن أنا فهمت وين يريد يقصد، يقصد أنه إذا بالفعل والله يا عمي إحنا طرقنا مخربطة في بغداد، يعني ما أعرف شلون، يعني هسه مثلا أكو دول العالم تروح للعواصم مال دول العالم نفس الطريق تفتر منها تجي منها كأنه وحدة سكانية واحدة، إحنا ما شاء الله تطلع من المنصور كأنك محسوب على تايوان، تروح للكرادة كأنك محسوب على نيويورك، ما تعرف شنو هالطراز عن ذاك الطراز، روح لمدينة صدر هذه المدينة المناضلة المجاهدة تلقى أنه كأنه واقعها قبل ما عبد الكريم قاسم يسوي، يعني حرام حرام، لو نشتغل صح بكل المحافظة بغداد لو ما نشتغل، فالطرق نعاني منها بالفعل العشوائية في البناء والطراز المبنية، يعني بغداد ما تعرف شنو طرازها الآن، طراز أوروبي آسيوي شرقي غربي، شو تقول أستاذنا؟ حياك الله ويا مرحبا بك. حياك الله استاذ انور، شكرا جزيلا على رفعه العقال، وشكرا جزيلا على هذه المقدمه الجميله، وكلكم عناوين مشرفه وكلكم اخوه اعزاء، وتحياتي لجنابك الله يسلمك، شكرا جزيلا لجنابك وشكرا جزيلا لهذه الاستضافه ولقناه الفلوجه الفضائيه وكذلك للمشاهدين الكرام. حقيقة يعني راح نبدأ من جانب يعني هو مهم، يعني البرامج الانتخابية بصورة عامة يعني تحتوي على الكثير من الجوانب المهمة، منها جانب الطرق اللي نبدأ به ربما، بعدها ننتقل إلى الجوانب الأخرى المهمة اللي نركز عليها برامجنا الانتخابية. يعني موضوع الطرق والجسور هو موضوع يعني عالق وموضوع شائك وموضوع مهم جداً، وكما تفضلت بأنه الدول الأخرى لديها خرائط ولديها طرق وجسور واضحة المعالم، اليوم العشوائية تغلب على العاصمة بغداد، يعني لا سيما في أطراف العاصمة بغداد، بزيارات بسيطة خلال برنامجنا الانتخابي إلى العاصمة إلى مناطق حزام العاصمة بغداد، وكأنك يعني ساكن أو تتجول في طرق ربما من ثمانينيات أو سبعينيات القرن الماضي. يعني حقيقة مع الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية اليوم بمشاريع فك الاختناق، ال 16 مشروع اللي انطلقت في العاصمة بغداد مشكورة الجهود، لكن هذه الجهود يعني إلى الآن لا تلبي الطموح، يعني ننتظر أن
يعني أن تكتمل هذه المشاريع على 16، وأيضا ننتقل إلى المرحلة الثانية التي وعدت بها الحكومة العراقية وهي المشاريع 20 لفك الاختناقات المرورية. يعني اليوم يعني أنا كمواطن ربما يعني أحتمل الدقائق أو الساعات اللي أتأخر بها بالزحامات المرورية اللي موجودة على أمل أنه تكون النتيجة مستقبلا هي نتيجة جيدة بالأنفاق الموجودة، بالمجسرات الموجودة، بالطرق أيضا الواسعة الحديثة، باعتبار أن لدينا الكثير من العشوائيات في العاصمة بغداد وتحتاج إلى إدامة، تحتاج إلى رؤية موسعة، وتحتاج إلى أن تكون مواكبة وتتماشى مع الزخم السكاني اللي موجود في العاصمة بغداد. يعني احنا نتحدث عن الزخم السكاني في العراق بصورة عامة وفي بغداد، يعني اليوم الإحصائيات تقول بأن العدد تجاوز 10 ملايين، وموضوع السيارات المستوردة من الخارج هذا أيضا له الأثر الكبير، أيضا موضوع أيضا الوزارات الكبيرة والشركات الكبيرة المتواجدة في مركز العاصمة بغداد وعدم إخراجها إلى الأطراف أو مناطق أطراف أو حزام بغداد، كل هذا يؤثر على سير العجلات والحركة المرورية بصورة عامة داخل العاصمة بغداد وأيضا انتقالا إلى المناطق الأخرى. تمام، الآن أنت كشاب عرف أهالي بغداد عنك. والله أستاذ أنور، إحنا يمكن مشروعنا وعملنا الانتخابي يعني لا يختلف نوعا ما عن ما قاله المرشح الأخ صدام في الكابتن صدام في سامرة. نعم. يعني إحنا في بداية الأمر اي نعم في بداية الأمر انطلقنا من شريحة الشباب، باعتبار أنا شاب وأنا رياضي في نفس الوقت ولدينا فرق شعبية كثيرة واهتمامات رياضية كثيرة، ليس فقط على مستوى كرة القدم إنما على مستوى أيضا الرياضات الأخرى، الملاكمة والمصارعة وكرة السلة وغيرها من الرياضات. اليوم الرياضة تعتبر نافذة كبيرة جدا، أولا للترويح النفسي والبدني، وثانيا أيضا الدول الأخرى تستغلها بالموارد التي تدخل إلى الدولة، وثالثا هي أيضا تعتبر من المنافذ السياحية كما عملت دولة قطر في العام الماضي واستضافت كأس العالم، وكلها موارد هذه أخرى تضاف إلى المورد الأساسي المتمثل بالنفط الذي تتكئ عليه الحكومة العراقية أو الدولة العراقية بصورة عامة إذا ما صح التعبير. الدولة العراقية تتكئ على النفط، تحتاج إلى ما يدعم القطاع النفطي باعتبار أن الاقتصاد اليوم ريعي ويعتمد أكثر من 90% على النفط، وأيضا من الممكن إدخال الصناعة والزراعة. يعني باختصار أنا يعني بدون المسميات، يعني حتى في بعض الإعلانات وبعض اللافتات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع تخليت عن الألقاب وتخليت عن المناصب وتخليت عن كل المواصفات، أحببت أنه أنزل إلى الشارع باسمي المرشح عبد الله عبد الرحمن النعيمي، باعتبار أن اليوم الشارع ينتظر الإنتاج. نعمة حالك أستاذ أنور، باعتبار أنه الشارع اليوم يحتاج إلى إنتاج ولا يحتاج إلى ألقاب، الألقاب محترمة وكلها على الرأس، لكن اليوم إحنا نحتاج أنه شخص يواكب متطلبات الشارع. يعني زياراتنا، صدقني أستاذ أنور، زياراتنا إلى مناطق حزام بغداد صادمة، يعني ربما المشاغل تأخذنا بحياتنا اليومية، لكن نقول خلف الله على الانتخابات خلتنا نزور أهلنا وخلتنا نشوف هذه الأوضاع المأساوية اللي موجودة. يعني نعم أكو موجودة أوضاع غير جيدة في مركز العاصمة، لكن إذا نتوسع بالأوضاع المأساوية من ناحية المغيبين، من ناحية النازحين، من ناحية المعتقلين، من ناحية المعتقلين الأبرياء، من ناحية أيضا الظرف المعيشي وعدم وجود المعيل، من ناحية اعتمادهم فقط على مورد بسيط، يعني كل عائلة لا تتعدى 100,000 و150,000، هذه يعني اليوم ب 2023 إلى 2024 لا يمكن لها أن تدعم عائلة وتعيلها وتنتشلها بواقع اجتماعي وواقع معيشي يعني جيد. وربما أكثر العوائل لديها طلاب في المدارس، لديها طلاب في أيضا الجامعات، ولديها مورد بسيط جدا ولا يكاد يذكر. صحيح. يعني تخيل أنه إلى الآن هناك عوائل تعتاش على المساعدات المالية من المحسنين، تعتاش على من يمد
لها يد العون، تحتاج على من يمد لها يد العون في العشاء أو الغداء أو الوجبات. ربما هناك وجبات تنسى من قبل العوائل المتعففة اللي موجودة وما يمدون إيدهم. أستاذ أنور، أنت تعرف اليوم العراقي يعني هي عائلة متعففة والغنى هو غناء النفس، لكن هذه العوائل غنية وما تقدر تمد إيدها لهذه. فالوضع صراحة أنت يا يحتاج إلى انتشال ويحتاج إلى جهد دولة كاملة. كل المهام اللي قدتها كنت ناجح ومتميز بها، لكن أنا نيابة عن أهالي العظمية أرفع لك العقال، لأن أنت أسست ملتقى ثقافي بالعظمية، إذن واجب شباب العظمية أن تساندون هذا الشاب ابنكم، توصلوا إلى مجلس المحافظة حتى تبقى العظمية متميزة بيكم. بارك الله بك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله، شكرا عبد الرحمن، شكرا. عبد الستار النعيمي، حزب السيادة، القائمة 185، تسلسل 99. بارك الله بك حقيقة. نروح إلى كركوك، وراح يكون ويانا الأستاذ ثامر حسن شحاذة خميس العبيدي والنعم، والسبعة عام، القائمة 166، تحالف القيادة، تسلسل 13. والأستاذ ثامر حسن شحاذة خميس العبيدي مركز على عدة ملفات، لكن واحد من أهم الملفات اللي مركز عليها كشف مصير المغيبين وإعادتهم لعوائلهم وضمان كل الحقوق والاستحقاقات للفئات التربوية، وكذلك وضع خطة للقضاء على ابتعاد الطلبة عن الدراسة. خلي شوفوا ايش قال بالله كلمته. نسعى لكشف مصير المغيبين وحسم ملف القرى المهدمة لضمان عودة أهلها، مع الحفاظ على مكتسبات عملية فرض القانون لضمان عراقية كركوك، وكذلك التعايش السلمي بين مكونات كركوك دون تمييز لتكون نموذجا حقيقيا للتآخي. نسعى لدعم مشاريع القطاع الخاص التي تسهم بتمكين المحافظة اقتصاديا. بدعمكم لنا سيكون للاقتصاد دوره الحقيقي في كركوك. المرشح ثامر حسن شحاذة العبيدي، تسلسل 13، عن تحالف القيادة 166. أستاذ ثامر، حي الله أستاذ ثامر، حي الله الإمارة، حي الله العبيد، يا حياك الله، نسمعك، تفضل. حياك، حي. أهلا وسهلا بكم كل أهالي كركوك. إيه. نسمع رسالتك لأهلك وناسك، تفضل. يسلمك يبارك بيك. بداية أحب أنقل لك تحية أهالي كركوك، وخصوصا يعني عرب كركوك على راسي. ونعم وسبعة نعم خادمه وابنه اللي قدمتها الله يحفظك، الرسالة الانتخابية، وهذا يعني ندل على شيء، ندل على أصالتك العربية تجاه عرب كركوك وأهل كركوك خادم صورة عامة. حياكم الله. كركوك أستاذ أنور تعرف تعرضت إلى ظلم وأقصاء وتهميش يعني خلال الفترة السابقة من 2003 لحد 2017. هذه الفترة إحنا نعتبرها يعني كمكون عربي فترة مظلمة في تاريخ كركوك. تعرض أبنائها إلى التغييب، إلى القرى المهدمة، إلى التغييب، إلى القتل والتسليب، يعني في ظل الإدارة السابقة لمحافظة كركوك. فكركوك عانت يعني من كثير مواضيع. ملف المغيبين هو ملف أغلب المرشحين العرب اللي جاي يعملون عليها، لأن هذا يعتبر هو ملف إنساني أكثر مما هو ملف انتخابي. فإحنا بتحالف القيادة يعني منذ فترة طويلة نعمل على هذا الموضوع ومستمرين بالعمل، يعني مو شعارات انتخابية. وبعد الانتخابات عندنا لجنة راح تجي إن شاء الله من بغداد وتحسم هذا الموضوع بشكل نهائي، ونحاول يعني شقد ما نقدر نرجع المغيبين إلى أهلهم. وبالنسبة لي يعني أحد عوائل ضحايا المغيبين اللي عندي، يعني بالنسبة لي عندي 3 مغيبين يعني اللي هو أخويا وابن أخويا وابن عمي، فهذا يعتبر هو ملفي الشخصي اللي أعمل عليه، وإن شاء الله يعني نعمل عليه بقوة ونرجع كل الأهالي المغيبين إلى أهاليهم. نعم. النقطة الثانية هي ملف القرى المهدمة. القرى المهدمة اللي أثناء عمليات التحرير هدموها، فإحنا جايين نرجعها. تصور أستاذ أنور يعني لحد الآن هي عدد القرى 138 قرية تهدمت في كركوك. وأهلها نازحين، يعني ما صار لهم تعويض، وأهل نازحين في داخل مركز المحافظة. إيه،
وناحية من النواحي ناحية الملتقى تدمرت يعني بالكامل. فهذا يعني ملف شائك. يعني احنا ندعو يعني مو بس الإدارة في المحافظة، ندعو الحكومة المركزية يعني بحل هذا الموضوع بشكل يعني جذري، ويرجعون إلى أهاليهم. يعني ما يرهم احنا نظل يعني ننتظر الحكومة، هاش وقت وها موضوع انتخابات، وهاي هذا موضوع مصيري. الأهالي بعدهم نازحين، عندنا الطلبة، عندنا الموظفين، كلهم ساكنين يعني بداخل كركوك، ويريدون يرجعون لأهاليهم، بس شنو يعني تعويض مادي مجزي ما كل هاي القرى. فإن شاء الله عملنا يعني بهاي المرحلة الجاية هو عمل شتحتهم أهل كركوك. شو تقول لهم؟ تقول لهم شاركوا بالانتخابات، تقول لهم ابقوا متفرجين بلكت تنحل مشاكلكم هيك ويا الزمن، لو تقول لهم انتوا اوقفوا اوقفوا الزلم نسوان وزلم اوقفوا وقفه واحده ودافعوا عن حقكم، شو تقول لهم؟ استاذ انوار، احنا من حسن حظ ابناء كركوك انه قاده سياسيين شكلوا قائمه، هي قائمه القياده اللي هو برئاسه الشيخ خميس الخنجر المحترم والدكتور محمد تميم. يعني شخصيتين لها ثقل في كركوك، لها مقبوليه كبيره في كركوك، اجتمعوا واسسوا قائمه القياده في كركوك. فهذا الشيء هو شيء مفرح. يعني احنا بقائمه القياده عندنا شخصيات قويه، شخصيات شابه، شخصيات جديده، شخصيات يعني تريد تعمل من اجل كركوك ومن اجل عرب كركوك. ومهمتها الاساسيه بالنسبه لي، مهمتي الأساسية هي الحفاظ على كرامة المواطن العربي في كركوك. هذه من أولويات عملنا يعني في كركوك. بارك الله فيك. على الفساد المستشري في القضاء المستشري في دوائر كركوك. وبالتالي تعرف وبالتالي الفساد. شنو على الشباب؟ شنو على أهل كركوك؟ المشاركة الواسعة. أدعو من خلالك. أدعو المشاركة إلى الزحف. إلى صناديق الاقتراع وانتخاب الأصلح. يعني ما قائمة بها 30 واحد، إذا ما يقدر يقول لك فلان ما أريده، يعني ما معقولة يعني 30 واحد هم مزيني. صح. اختار لك أي شخص، انتخب الشخص اللي يفيدك، الشخص اللي يقدم لك خدمة. بارك الله بك. انتخب وجوه شابة، عندنا وجوه شابة جديدة. واللي ظل قاعد أمانة الله قل لهم، أمانة الله أستاذ ثامر، كلهم أخوكم وخادمكم وابنكم أنور الحمداني، يقول لكم يا أهل كركوك يا عرب كركوك، هالمرة اللي راح يظل قاعد بالبيت وما ينتخب خلي يروح يحزم غراضه، بس وين رايح ما أدري، لأنه يحزم غراضه ما يبقى بكركوك. كركوك أمام تحدي يا عرب كركوك. نعم، مع الاحترام لكل القوميات، كل القوميات جاي تدافع هالشكل، ترى كلها جاي تدافع. انا كعراق ادعو التركمان يتمسك بارضه، وادعو الكرد يتمسك بارضه، وادعو ابن كركوك العربي المتقاعس يتمسك بارضه ويروح ينتخب، او يروح يقعد يلم غراضه ويقول لزوجته لم غراضك والغراض الجهال، لان احنا ما باقين. هاي نقطه راس سطر. الله يبارك بيك، والله ان شاء الله يسلمك وينصرك. الاستاذ ثامر حسن شحاذة خميس العبيدي، والنعم منك من العبيدي الكرام ومن كل استاذ انوار. استاذ انوار اني مرشح عن حزب السياده. حزب السياده يمثل العراق، والنعم والعراق رمح الله في الارض ان شاء الله، ورمح الله لا ينكسر ان شاء الله. الله يبارك بيك، تحياتنا لك وكل تحالف القياده تسلسل. ضيعت التسلسل، انا اسمح لي دقيقه. تسلسل 13. شكرا، بارك الله بيك. تحالف القياده 166. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا.